أنا أرى اليوم إن شاء الله غنشوفوا أشمنة ديال اللحم. اللهم بارك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيداير الشيد مي؟ خير. صحة. الله يحفظك. اللهم بارك. جينا هنا أشمنة شحال هنا اليوم؟ شحال صابع ديال اللحم؟ نعم. شحال اليوم صابع ديال اللحم؟ اللحم أسيدي غنبيع 2200. 110 درهم. 110 درهم. والمعزي؟ المعزي 130. المعزي 130 درهم. كدير الغنمي والمعزي ياك؟ والبقري. والبقري، البقري شحال واصل؟ 90 درهم. البقري 90 درهم، هاد الشوارك الله الخير. كبدة 2800. كبدة 180 درهم. يعني أشمن؟ يعني المعزي واصل 130 درهم. بالنسبة للغنمي 110 درهم. 110 درهم. والبقري شحال قلنا واصل؟ 90 درهم. 90 درهم. شوارك الله البارون. الدوارة شحال دايرة؟ تقلية. تقلية. 30 درهم. 30 درهم. كبدة 2800. كبدة 180 درهم. من سوق شالمس. يعني أشمينة من سوق شالمس. الشحمة شحال واصلة؟ الشحمة 30 درهم. 30 درهم. على حق هذا ما تقلش. هذا هو كبدة هاي فين هاي؟ هاي الكبدة هاي. هاي الكبدة هاي. هاي يا سلام. انا كبدة هيا حية باقا. بالنسبة للتقالية مخلطة شحال قلنا واصلة؟ مخلطة 30 درهم. 30 درهم. شوارك الله. الشماعة هي 30 درهم هاي الشماعة. شحمة 30 درهم. الحمراء شحال واصل؟ الحمراء 70 درهم. حمراء 70 درهم. 70 درهم 65. 65 كدوي على البقري. البقري. البقري والراس ديال الغنمي شحال؟ الراس كاين 1000 ريال كاين 60 درهم. يعني كاين 50 كاين 60 كاين 70. بالنسبة للحم ديال البلاصة يعني ديال المنطقة هذي. ديال المنطقة ديال البلاد الشعب. ديال الشعب. سير سير. عقل عليا. شو نشوفوا التقلية. التقلية رقية. تفضل الشيخ. ان شاء الله الله يبارك. بالنسبة اللي بغى غير الكفتة الهضرة شحال الشامة ديالها؟ الكفتة هي 2200. 110 درهم. 110 درهم. الاخرين شاهد ما حاولنا ننقلوا لكم اشمينة ديال الهم. ثاني الثمن راه واصل 130 درهم. بالنسبة للمعزي 110 درهم الغنمي و 90 درهم البقري. راه شكيل الوتر راه عندي. بالنسبة للكبدة راه 140 درهم. الكبدة راه 140 درهم. الريوسة كاينين الريوسة اللي ما بغيناش نوريهم لكم خفنا اللي يضربونا في كوبي رايت ولا شي حاجة. السوق راه كاين تشالمس تشالمس نواحي شي أدمة. دوارة بشحال؟ 150 درهم الكبدة ديالها مخلطة. مخلطة يعني 150 كتكون مخلطة. بالنسبة اللي بغا قلت لي 30 درهم قبيله شنو 30؟ تقالي اش كيكون فيها؟ خلطه فيها الكرشه فيها الخيط فيها وجبنه فيها خلطه 30 درهم. الريه ديالها كلشي كومبليكي. الله يحفظك. بالنسبه لهاد الضحيات هادو واش كذبحوهم ولا كتشريهم دواهي؟ هادو سيدي كنشرو غير من الرحو كنذبحوها. كذبحوها وكتشري حاجه كيبان لي فيها الطابع. الطابع كيجي تلقى يذبحها يعني كيجي واش خاص الراس بيدي؟ يعني كيجي الطبيب عندك واحد المخ والله الا تصون تاعي وها هو صبر مخ 30 درهم. 30 درهم. 25 30.
انا خمس نقولوا 25 25 25 من هنا للمغلقه انا الراس راه كلشي قدامك هما راه كما قال لك يجيبوا الضحيات كيجي الطبيب ولا كيطبعهم السلام ان شاء الله انا كيجي الطبيب كيقلبهم كيطبعهم عم اخويا الله يسهل بالنسبة كدير كاع السواق ولا تلمس؟ كدير كاع السواق، خميس ولا الحاج كدور مع الدور لا؟ كندور مع سيدي حسين يعني الدور تقريبا كاميرا غتبقاو ها؟ مرحبا الجزائر خويا يعني كاع الدوار غتلقاو يعني راه الحم 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 كاليتي غرام ديال الشحملة غرام ديال الشحملة عن كاليتي صح سوبر الكاليش سوبر يعني كتشريوها من كتشريوها كيجي الطبيب كيشوفها اه غادي نديروها كيدوز الكبده وداك الشيء يعني كيقلب الكبده كيقلب كل شيء اللهم يسر امين الله يعطيك الخير الله يحفظك انا يا خويا انا الله يحفظك الرامي تيفي ولا في الفيس يوسف الرامي مرحبا اللهم يسر الله يحفظك بالنسبة حاولنا نقربوكم شوية من الأشمينة. آه عمرتنا الدور هذا الموسم. ها؟ عمرتنا الموسم. الموسم ديال الكراكة. الموسم ديال الكراكة عامر اليوم كيكون عامر السبت والحد هنا مشي يلمس. السبت والحد والخميس والخين والجمعة والأربع أيام. يعني أربع أيام غنحاولوا راه بقلنا لكم البارح غنحاولوا اليوم عاوتاني لقينا كيفاش نديروا نصوروه لكم واخا بعض الإخوان بدا كيقول لك يعني راه الشرك من الشرك حنا راه لا عندنا حتى علاقة. انا هنا صورنا لهنا لكم فيديو والله ما يسر الجميع كنحاولوا اننا نقربوكم من كاع الاجواء هذا هو الدور ديالنا اما الشرك ماشي شرك يعني كله عارف انا ما يعني كله عارف شنو كيدير بالنسبه لي انا راه كنمشي غير تلقات لكم الفيديو يعني حاولت نقول لكم فيديو واش ونتمنوا خير ان شاء الله الله ما يسر الجميع بالنسبه للسوق راه هو هذا اللهم بارك وشحال هذا الراس هذا؟ نعم اخويا شحال هذا الراس؟ هذاك 1000 ريال ديال المعز 50 درهم انا كما قلت لكم حنا ما عندنا حتى علاقه كنقول لكم اي حاجه وكل كيبقى مسؤول على راسه يعني انا راه انايا ضد هذيك الافكار يعني ضد هذيك الفكره ديال ذبح غير الله ولكن راه كل كيتحمل المسؤوليه وكل يوم القيامه غيتحاسب الراس انا هذا السوق ديال ها الله يحفظك اللهم بارك اشوارك الله لك راهين دابا هنا شحال العميم هنا ها 20000 فرن 200 درهم 200 درهم بحال بحال ولا هادي دول ميم 200 درهم بحال هذه بحال هذه ولا هذه 200 اخرى ثمن اخر بحال بحال وبالنسبه اللي كيبغي يقلبهم العميم باش يعرفهم هاد الكراهين هاد شحال واحد ما كيعرفش يقلبهم بالحنة خاصهم يكونوا محلنين دابا هادو اللي محلنين بلا ما ناخذهم دابا هادو العميم تكون فيش الركبة؟ بالنسبة سولناه على التقليب ديالهم قال لك يعني خاصهم يكونوا محنين دابا هادي ما مزياناش ما محنياش دوال عميم باش تعمل فائدة باش تعمل فائدة العميم اللي كيبغي يقلب هادو باش يقلبهم كاين يما حماد اللي ما كيعرفوش يقلبو كاين بزاف بقات شي وحدة توحم دروك باقا يعني العميم يعني العميم ما عطيناش راس الخيط ياك ياك العميم ما عطيناش راس الخيط ديال هذا كيفاش كيتقلبوا واه شوفوا الناس كيقلبوا بعينيهم لا ولكن كاين بالعينين بالعينين كاين شي مواصفات كيكونوا بالعينين انا ما بغاش يعطينا قال لك بالعينين يعني كيفاش قلبهم بعيني كلام دو ولا ميم كيفاش دابا قلبهم بعيني هادو باش عارفهم مزيانين ولا لا يعني على حساب اللي عجبك في عينيك لا ميم مبغاش يقول ليه
انتوا قاسلمين هيك سير الله ما يسير الله يهديك.